ست كارمن وصلنا لبرج الميزان برجي نعم. يعني فال 2021 قالوا انه هي سنه الحظوظ لبرج الميزان وهالشيء طبعا صح لاني اليوم عم بختم معك انا هاي السنه فهل يا ترى 2022 احنا مستمرين بالحظوظ ولا في شيء ثاني حيصير في مفاجآت في مفاجآت سارة حلوة كتير كتير حلو. كتير 21 كانت سنة تغيير ممتاز لأنه كان في عنا زحل والمشتري اثنيناتهم عم بشكل مثلث مع برج الميزان أوكي عم بشكل مثلث عطيكم كل الحظوظ وسمحوا لكم أنه يكون عندكم أكثر من إنجاز مهم جدا جدا سنة 22 كوكب المشتري اللي هو كوكب الحظ وزحل يلي كان بالنسبة لكم كوكب الحظ مكملين معكم ب 22 تصوروا انتم قد ايه رح بكونوا محظوظين بال 22 صح رح بتضلوا بهالنجومية واضف الى ذلك انه كوكب المشتري رح ينقلكم من التقدم المهني او الاجتماعي او عملكم فيه عم نحكي عن طلاب عم بيدرسوا عم نحكي عن اشخاص يمكن عم بيدرسوا ناس عم بيشتغلوا في فرص كبيرة هائلة بتغيير نوعية العمل أو تطوير العمل اللي عندهم إياه بشكل ضخم لما المشتري بيروح على برج الحمل يلي هو البرج المقابل لإلكم رح بتلاقوا إنه هيدا بين أيار فينا نقول بين أيار وأكتوبر رح تكتر عليكم فرص العمل بشكل هائل بشكل كثير كثير كبير ورح بتكمل معكم ل 23 تصوروا يعني 21 22 و23 مولود برج الميزان عم بيتطور وعم بيتقدم وبيقدر يسبق غيره باشواط لكن ما بيهمنا هلا الغير عم نحكي عنه هو يحضر حاله يمكن حاله لانه نوعيه الوقت طبعا علم الفلك هو الوقت علم الوقت نوعيه الوقت ممتازه عند مواليد برج الميزان كل شيء بيزبط عنده